نبي نصيحة توجهها للمسلمين في رمضان. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان هذا شهر الخير، شهر البركة، شهر الرحمة. الله يقول شهر رمضان، الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وتلقى ما شاء الله الأسواق في رمضان في شعبان زحمة الأسواق والمحلات تخفيضات استعدادا لرمضان. رقائق سمبوسة والقيمات وشوربات ولحم مفروم ووخر، بس الفريزرات تغص والمحلات كانت تعطي بلاش استعدادا لرمضان، استعداد لتغذية الأجسام. كيف الاستعداد لتغذية القلوب؟ نصلح علاقتنا مع الله، نرد المظالم لأهلها، حقوق الناس نعطي الناس، نصل أرحامنا. بعض الناس مزعل إن نسيبه لشهرين عشان ما عزمه على العرس، ولا أعطاه نزالة ولا بارك لولده يوم تخرج هاجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يهاجرون بعض 3 أيام ما يرفع لهم عمل حتى إيش؟ حتى يصطلح. حتى بعض الناس مسكين لشهرين ما رفع له عمل، بعض الناس يمكن أكثر. فنتوب إلى الله ونكثر من الصوم في شعبان. ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان عليه الصلاة والسلام، على أساس ما يجي رمضان يجي إلا القليب إيش؟ رهيف ولين. والله يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال رصيد ولا شهادة كبرى ولا 4 نساوين ولا بيت ملك، إلا من أتى الله بقلب سليم. شو اللي خلى القلب سليم؟ الشهادة، المعدل التراكمي، نوع الحارة اللي ساكن فيها. وش اللي خلى القلب؟ الأعمال، طاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوم، الله 40 يوم يحافظ على 5 صلوات تكبيرة الإحرام ما تفوته، له أمانان، أمان من النار وأمان من النفاق. يا أخوي أعطيك الله أمانين ضمانين، وينك راية تفرط فيها؟ تفريط هذا مضيع. الشيخ الصحابة رضي الله عنهم إذا فات واحد تكبيرة الإحرام يقول كأنما وتر في ماله وأهله، يعزونه 3 أيام. تخيل حنا لو كل واحد منا تكبيرة الإحرام يعزونه 3 أيام، ها يا ربي سلم، ترى الله يستر. كل يوم عزة يا ربي، كل شارع كل عزة، يوميا عزة. لذلك إخوة الكرام، مثل ما عبينا فريزراتنا ونظفنا بويتاتنا وصرمكنا الجدران وغيرنا الفرش، نضبط القليب وطاعة الله عز وجل، ونصل أرحام، ونعفو عن من ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا، ونزور جيراننا. الله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما قال والله هو طيب، هو أخطأ خلاص، أخطأ توديه في 60 دقيقة ولا تسامحه؟ الله يقول والكاظمين الغيظ، اكذم يا حبيبي، هم تكذب بس اكذم وإيش وعف. ممكن تكذب لكن ما تعرف تصر، هنا تجي واحدة جديدة لك تنفقع، لكن لا زرتها لا بعد اللي أحلى منها فلان مختن عليك تدعي له بظلام الليالي، يا رب فلان يا رب يجعله في الجنة، يا رب يصلح عياله، يا رب يوفق بنات، يا رب يرزقه، يا رب يجعله من أحب خلقك إليك. وكل ما حصلت لك فقير تطلع اللي الله يكتب ريال ريالي، هم اجعل ثوابها لفلان، وفلان غاثك وباذك ويسبها، وش يصير؟ والله يا ربي يغسل قلبك ويغسل قلبه، يصير من أحب الناس، وتصير من أحب الناس إليك. الله يقبلنا وياك، امين، واجعلنا وياكم من يدركون رمضان، امين، ويصومون ايمانا واحتساب، واجعلنا وياكم من عتقاء من النار، مثل ما جمعنا في الدنيا عند فوال السوداني الخلاص، جمعنا وياكم في الفردوس الاعلى بوالدينا ووالديكم كل مسلم، وان الله يحفظ رجال امننا، وان الله يحفظ حكومتنا، وان الله يرزقهم البطانه الصالحه، وان الله سبحانه وتعالى يجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر. مو بس عندنا يضبطوننا احنا بالسعوديه، لا العالم كله، لان السعوديه قدوه ايش؟ المسلمين كلهم. وين يصلون؟ وين يجون؟ ينبسط الى راح وين؟ للصين ولا جاء المكه؟ المكه. يا ربي يا كريم وفقنا واجعلنا يا ربي سبب لجمع شمل الامه، ما نبي بس العرب ولا لا، الامه، لان الله يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. نسال الله جل وعلا ان يوفقنا احنا ويوفق علمائنا ويجمع شملهم ويوحد كلمتهم، ويوفق ولاة أمرنا ويجمع شملهم ويوحد كلمتهم،
وليجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر، مثل ما قال عمر رضي الله عنه، نحن قوم عزنا الله بايش؟ بالفليسات ولا بالأنساب؟ بالإسلام. قال وإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. الله يعزنا وإياكم ولاة أمرنا وعلمائنا ومشايخنا وجميع المسلمين جن وإنس، ويجمعنا في الفردوس الأعلى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وصحبه أجمعين.